بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: نبيكم هذه خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله العلي العظيم. إذا أردنا أن ننتهز مرحلة الشك ونصل إلى مستوى اليقين بظاهرة معينة، لا بد أن نتناول تلك الظاهرة بالتحليل في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الامتناع الذاتي، والمرحلة الثانية مرحلة الامتناع الوضوعي، والمرحلة الثالثة مرحلة الوقوف والتحقق الخارجي. هذه مراحل ثلاث لا بد أن نطويها لكي ننتقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. متى يكون الامتناع الذاتي؟ الامتناع الذاتي إنما يكون حينما يحكم العقل على ظاهرة معينة بمجرد تصورها بعيدا عن كل الملابسات، بعيدا عن كل العوامل الخارجية. العقل يلاحظ هذه الظاهرة لمجرد لحاظ تلك الظاهرة يحكم عليها بالامتناع. يقول: هذا الشيء شيء لا يمكن، هذا الشيء شيء محال. الآن تلاحظوا اجتماع دقيقين، أن تكون في هذا المسجد في هذه اللحظة وأن لا تكون في هذا المسجد في نفس هذه اللحظة. اعرضوا هذه القضية على العقل، العقل يقول هذا شيء محال، هذا شيء لا يمكن. أن يكون هذا الجدار ملون باللون الأبيض واللون الأسود في وقت واحد، اعرضوا هذه القضية على عقل كل عاقل، العقل يقول هذا شيء لا يكون. هنا يجب الانتقال إلى نقطة، وهذه النقطة قد تتداخل لدى الكثيرين، وهذه النقطة أن هنالك فرق بين مفهوم مو ممكن ومفهوم مو معلوم. هنالك شيء لا يمكن، وهنالك شيء آخر لم نألف،
هذان شيئان متباينان، ولا يمكن أن نخلط أحد المفهومين بالمفهوم الآخر. ربما شخص مو دقيق مو متعمق يأتي وينظر إلى ظاهرة غير مألوفة فيقول إنها غير ممكنة. نقول له دقة النظر جيدا، هذه الظاهرة غير مألوفة أو أن هذه الظاهرة غير ممكنة. هذان مفهومان متباينان. أستاذ ملحد في الجامعة يخاطب أحد التلاميذ، يقول له ارفع رجلك، يرفع إحدى قدميه، وكل التلاميذ ينظرون ماذا يريد الأستاذ الملحد أن يقول بهذا الكلام. يقول له ارفع رجلك الثانية، التلميذ يقول لا أتمكن. يقول لماذا؟ يقول لأنني لو رفعت الرجل الثانية فسوف أسقط إلى الأرض. يقول له إذا كنت ترفع رجليك وتسقط على الأرض فكيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملته مركبة البراق وصعدت به إلى السماء؟ هذا ممكن؟ هنا في هذا المنطق يوجد خلل. في ذلك الوقت أن يصعد هنالك شخص بجسمه إلى السماء، هذا الشيء كان غير مألوف، شيء لم يعهده الناس من قبل. ذلك الرجل الذي صعد فوق ذلك البرج وألقى بنفسه اختطفته الجاذبية وحولته إلى مجموعة من الحطام. ذاك الوقت الطيران في السماء ما كان عليه، ولكن الطيران في ذاك الوقت ما كان محالا. عندما مجمع من العلماء والمؤمنين، هنالك مرجع تقليد في وسط هؤلاء، قيل لهم لأنه اكتشفت هنالك طائرة، جهاز ضخم يشكل من الحديد وما أشبه، يحمل مجموعة من المسافرين ويطير في الهواء. كل الحاضرين استنكروا ذلك، قالوا لا يمكن ذلك. أنت إذا تأخذ إبرة تضع هذه الإبرة تسقط إلى الأرض، أطنان من الحديد وما أشبه تمشي في السماء بدون أن تسقط، هذا هو معقول. فقط ذلك المرجع لأنه كان متنور كان متفهم قال ممكن، ليس أمرا محالا. طيران الحديد في السماء أمر غير مألوف، ولكنه كان أمرا ممكنا، وقد رأيتم أن هذا الأمر الممكن تحقق في القارب. الملايين يوميا يركبون هذه الطائرات ويخرقون الأجواء ويعبرون من مكان إلى مكان آخر. ميلاد برتقالة على شجرة، إذا تلاحظونها من الناحية العلمية أروع من ميلاد سيارة في معمل، ولكننا ألفنا ميلاد البرتقالة على الشجرة. هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة طبيعية. أما عندما يقال لنا يولد هنالك شخص من غير أب، عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءت مريم وبيدها عيسى قالوا من أين لك هذا؟ كيف يولد هنالك مولود من غير أب؟ استنكروا ذلك. لماذا؟
لأنه مو ممكن؟ لا، لأنه مو معلوم. فبناء على ذلك في المفهوم الإسلامي بل في المفهوم العلمي هنالك فرق بين ما لا يمكن وما لا يعلم. هذه مرحلة، مرحلة الامتناع الذاتي. نتجاوز هذه المرحلة، ننتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الامتناع الوضوعي. يعني شنو الامتناع الوضوعي؟ الامتناع الوضوعي شيء ممكن في حد ذاته، ولكن لم تتوفر مقدمات. هذا الشيء لا يمكن أن النجاح في الامتحان، الطالب حتى ينجح في الامتحان، هذا نجاح رهين بعوامل. يجب أن يطالب، يجب أن يسهر الليالي ويذاكر حتى ينجح. النجاح في الامتحان محال ذاتي. إذا يسألوكم يمكن زيد ينجح في الامتحان؟ نعم، فإذا هو مو محال في حد ذاته. ولكن إذا قيل لكم زيد لا يدرس، يقضي أوقاته على البحر ويقضي أوقاته في الديوانيات وفي الأحاديث الفارغة، مع هذه الملاحظة يمكن ينجح؟ تقولون لا. هذا أي نوع من الامتناع؟ هذا امتناع وضوعي، يعني امتناع معلوم لأنه لم توجد المقدمات. نأتي إلى مسألة الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ظاهرة العمر الطويل أن يعمر إنسان 1000 عام أو 10,000 عام، هل هي ممتنعة بالامتناع الذاتي؟ أبداً. اعرضوا هذه القضية على العقل. رجل يعيش 2000 عام ممكن أو غير ممكن؟ طبعاً العقل يقول ممكن. لا تنظروا إلى مجموعة من المتعصبين الذين يحاولون المغالطة ويحاولون لبس الحق بالباطل. انظروا إلى الرجال المنصفين، اعرضوا القضية على العقول المتفتحة، اعرضوا القضية على العلماء. رجل يعمر عمرا طويلا ممكن؟ فلا يوجد هنالك امتناع، لا امتناع ذاتي ولا امتناع وضوعي. ونأتي إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الوضوع في الخارج. أدل شيء على الإمكان هو الوضوع في الخارج، هو التحقق في الخارج. اقرأوا القرآن الكريم، اعرضوا هذه الآية على أولئك الذين يشككون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ماذا تعني هذه الآية؟ هذه الآية تعني أن يونس صلوات الله وسلامه عليه في بطن الحوت في تلك الظلمات، إذا لم يكن يسبح الله، إذا لم يكن يقول سبحانك لا إله إلا أنت، إذا لم يكن يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا لم يكن يسبح لبقي يونس إلى يوم القيامة. يعني كم سنة؟
ربما ملايين السنوات يونس كان يبقى في بطن ذلك الحوت. مو فقط يونس كان يبقى، الحوت ايضا كان يبقى الى يوم القيامه. عيسى صلوات الله وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه. عيسى لم يقتل. أين عيسى؟ عيسى حوالي 2000 عام يعيش في تلك السماوات. كيف يمكن أن يعيش عيسى ولا يمكن أن يعيش المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه المسألة إمكانا ووقوعا مسألة مفروغ منها، ولا يناقش فيها إلا شخص بعيد عن مفاهيم القرآن أو بعيد عن العلم والمعرفة والإدراك. هذه مسألة ترتبط بالإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هنالك مسألة ثانية، وهذه المسألة ترتبط بنا نحن. الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهداة. الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بقية الله التي أبقاها لخير عباد الله، ولكن الاستفادة من هذا الوجود، الانتفاع من هذا الوجود يرتبط بنفسيتنا، يرتبط بواقعنا، يرتبط بنوعية تعاملنا مع الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخيوط لا يمكن أن تنزل إلا على قلب طاهر، القلوب الطاهرة، القلوب المتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي يمكن أن تنزل عليها الخيوط. هنالك رجل، هذا الرجل رجل عادي كاتب يبيع أشياء في محل بقالته، ولكن هذا الرجل يطمح في أن ينال من خيوط الإمام المنتظر. يبدأ بعملية تطهير، لأن حقيقة الوصول إلى ذلك المستوى، الوصول إلى ذلك المقام يحتاج إلى تطهير للباطن. يبدأ بعملية تطهير، يقصي قضاياه، يلاحظ سلوكه في البيت وفي المتجر وفي الدكان وفي الشارع. يبدأ بالتطهير، تمر فترة طويلة على ذلك. في يوم من الأيام يبدو أن عملية التطهير وصلت إلى مستوى جيد. يأتي هنالك الشخص ويقول له: إنني مرسل من الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. والإمام المنتظر صلوات الله عليه يستقبلك في اليوم الفلاني، في اليوم المحدد، في الساعة المحددة. يأتي ذلك الرسول ويأخذ هذا الرجل معه، يذهبان يصلان إلى بحر أو إلى نهر. الرجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يدخل في الماء ويمشي على الماء كما نمشي نحن على الأرض.
ليس عجيبا على قدرة الله سبحانه وتعالى ذلك. ألم يكن عيسى يمشي على الماء، يمشي على الماء ويقول لهذا الرجل امشي خلفي، يمشي خلفه، يمشيان مده في الماء، وإذا بهذا الرسول يسمع صوت استغاثة من خلفه، ينظر وإذا بالرجل قد انغمس في الماء، يأتي ويأخذ يده ويستخرجه من الماء، يقول ما الذي حصل؟ يقول لا، مرة واحدة دخلت في الماء. القضية مرة واحدة تكررت أو تكررت ثلاث مرات، على كل حال يصلان إلى تلك المنطقة المقصودة. الرسول يأتي إلى الإمام صلوات الله عليه ويقول له إن هذا الرجل قد جاء، يقول أرجعه إلى محله، لا حاجة لنا فيه، إنه رجل صابوني. الرجل الصابوني لا يليق بأن يقاض عليه من قبل الإمام المنتظر صلوات الله عليه. يأتي الرجل ويقول إن الإمام لا يستقبله، ما معنى إنه رجل صابوني؟ يقول عندما كنت أأتي رأيت الغيوم في السماء، انتقل فكري إلى دكاني، كنت صنعت مجموعة من الصوابين صابون ونشرها فوق السطح حتى تجوب. فكرت الآن الأمطار تأتي وكل هذه الصابونات تذوب وتذهب، كيف يكون مصيري؟ وإذا به يسقط في تلك اللحظة في الماء. الرجل الصابوني دعوه، لا يليق بأن يصل إلى خدمة الإمام المنتظر. السيد مرتضى النجفي شخص كان معروفا عند علماء العراق بالصلاح والسداد. اختصر القصة إلى موضع الشاهد، يأتي إلى مسجد الكوفة مع الجمعة، يحين وقت صلاة المغرب، يتقدم الإمام رجل متدين، لكنه كان مزارع، رجل مزارع متدين معروف بالصلاح والتقوى، يتقدم في المحراب. السيد مرتضى النجفي يذهب لكي يتوضأ ويلتحق بالصلاة، ينزل درجات إلى ذلك الماء، يقول رأيت على الماء شخصا جالسا وعليه آثار الوقار، آثار السكينة، وهو يتوضأ بالثوب الأولى. قلت له مستعجلا له، ألا تريد أن تدرك صلاة فلان؟ الآن تقام الصلاة، لا تريد أن تصلي خلفه؟ فقال الرجل لا. قلت له لماذا؟ قال لأنه رجل سخني. السخن حب صغير يزرع ويستفاد منه لبعض العيون. لم أفهم شيئا مما يقول، توضأ وجئت وصليت خلف ذلك الرجل الصالح. بعد أن انتهى من الصلاة تقدمت إليه وقلت له بتفصيل القضية. يقول عندما وصلت إلى هذه النقطة إنه رجل سخني، تغير لونه وأخذ يبكي وقال إنك رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. من دون أن تعرف، لأنه أخبرك بشيء لم يطلع عليه إلا الله. في أثناء الصلاة كنت قد زرعت الدخل في الكوفة، في أثناء الصلاة انتقل تفكيري إلى تلك الأشياء
الأشياء التي زرعتها. هذه الأشياء حقيقة صلواتنا تحتاج إلى استغفار. رجل عندما كان يسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى، كان يستغفر الله من صلاته. الصلاة تحتاج إلى استغفار. هذا مثل أنه تعزون في بيتكم شخصية كبيرة وتأتون لها بالخبز اليابس، حقيقة هذا يحتاج إلى احتضان. في أثناء الصلاة تذكرت الدخن، وكانت هنالك عصابات لصوص تأتي إلى المزارع وتسرق كل شيء. فكرت ماذا يكون مصير هذا الإنسان؟ فالإمام صلوات الله عليه أخبرني عما في ظهيره. أيها الإخوة، إذا كان الرجل الصابوني غير جدير بملاقات الإمام الحجة صلوات الله عليه، وإذا كان الرجل الدخني غير جدير بتلك الأمورات الإلهية، فما حال الفرد الملوث بالمعاصي والآثام؟ عدم توجه في الصلاة هاي مو معصية، هذا ليس ذنب الأفراد العاديين، هذا ذنب للأولياء. ذنب ليس معصية، ذنب بالنسبة إلى مقام الأولياء. إذا كان هذا العمل الذي لا يعد معصية يحرم الإنسان من تلك الأمور، فالمعصية ماذا تصنع؟ ترك الواجبات ماذا يصنع؟ فعل المحرمات ماذا يصنع؟ هذا يبعد الإنسان أميالا وأميالا عن الإمام المسجد صلوات الله عليه. يذكر اسم الإمام الحجة، ولكن الإمام صلوات الله عليه غير راض عنه. لاحظوا الروايات المذكورة في زمان الغيبة. في زمان الغيبة الإمام صلوات الله عليه يقول: والله الإمام صادق لا يحتاج إلى فتح، ولكن حتى يؤكد لنا المطلب، والله لتكثرن كثر الزجاجة. لاحظ زجاجة خبز ترميها على الأرض تتكسر، هكذا يتكسر الإنسان في زمان الغيبة. وإن الزجاج يكسر ويعاد، والله لتكسرن كسر الفخار. الفخار يعني الشربة، لعلكم رأيتم الشربة الجرار الخدفية اللي كانت. لتكسرن كسر الخزف الفخار، وإن الفخار يكسر فلا يعاد. إشارة إلى صنفين من المؤمنين، صنف يشتط عن الطريق، يعصى الله سبحانه وتعالى، يتحطم إيمانه، ولكنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك صنف آخر يسقط في الامتحان، ألا في الفتنة سقط. في الامتحان يظهر إيمان الإنسان، في المواقع الصعبة يظهر إيمان الإنسان. هذه الإنذارات وهذه الإخبارات تحتاج منا إلى مراجعة للناس في هذا اليوم الذي يقارب اليوم الثالث عشر من شهر شعبان المعظم إلى الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، حين تعرض جميع أعمالنا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه 40 يوم
الروايات تقول إن من طهر نفسه 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة في قلبه. رواية أخرى تقول لولا أن الشياطين يحرمون قول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض في هذه 40 يوم لنجرب العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نعاهد الإمام القدسي صلوات الله وسلامه عليه أن نكون ملتزمين التزاما حرفيا كاملا في كل شيء، ولننظر بعد هذه 40 يوما كيف يفجر الله سبحانه وتعالى ينابيع الحكمة في قلوبنا ويرزقنا خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لوليه الفرج وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.